السلام عليكم، معاكم مهندس عمرو هلال. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن السولينويد تيست في المكنيك كات. السولينويد تيست هو ده اختبار بيتعمل بالاي تي للمكنيك كات الالكتروني زي الايوي والهيوي والكومن ريل. بنختبر الرشاشات الكهرباء وهل هي كويسه او تالفه، ولكن في ملحوظه: الرشاشات الجديده او الرشاشات الكهرباء جزئين، جزء ميكانيكي وجزء كهربي. الاختبار ده للجزء الكهربي فقط وليس للجزء الميكانيكي، بمعنى انه ممكن يكون الرشاش كويس كهربيا، الكويل الكهرباء بتاعه كويس والجزء الكهرباء بيصدره تكة اثناء الاختبار وبيطلع لك اوكي في الاي تي، ولكن الرشاش نفسه تالف لتلف الجزء الميكانيكي، فكده يبقى الرشاش ده لازم يتغير، وبالتالي الاختبار ده ليس حكما نهائيا على سلامة الرشاش. نروح كده للاي تي مع بعض ونشوف الخطوات ماشية ازاي. دلوقتي معانا مكنة C32 مارين، هنعمل لها سولينويد تيست. السولينويد تيست بيجي من diagnostics بيطلع لنا قائمة السولينويدات كلها او التيستات كلها. نختار السولينويد تيست ونعمل دبل كليك، هيطلع لنا ال 12 سلندر وكلهم بارد زي ما احنا ما شايفين، وتحت فيه تشينج وباور اول وكات اوت اول وستارت. هندوس على ستارت عشان نبدأ التيست، وبروح افك غطا تكهات واسمع تكة السولينويد على كل رشاش الاي سي ام بتبعت له التيار او بتعمله الاختبار. رشاش رقم واحد الاي سي ام تبعت كارنت، المفروض اسمع تكه للسولونويد او تكه للرشاش ده. رشاش رقم واحد فيه مشكله، فيه شورت فما سمعتلوش التكه بتاعته. رشاش رقم خمسه فيه مشكله فما سمعتلوش التكه بتاعته. بقيه الرشاشات كلها كويسه، فسمعت تكه على كل رشاش الاي سي ام بتختبره. هيفضل الاختبار كده يكرر نفسه لغايه لما احنا نوقفه من كلمه ستوب اللي تحت. كده احنا عرفنا خلاص ان الرشاش رقم واحد والرشاش رقم خمسه فيهم مشكله ولازم يتغيروا.